السلام الدراري، صباح بخير. كنت مزيان، عيدكم مبارك. اليوم قررت انني ندير اول فلوق ديالي. حاليا دابا كنت في البلاد وبغيت ندير واحد الفلوق، يعني طلع واحد البلاصه بعيده شويه، تقريبا من هنا شي شنو نقول لكم 4 كيلومتر تقريبا ديال الرجل. اللي غنحطكم في الصوره من خلال الفيديوهات المتقطعه اللي غادي ندير، وان شاء الله نتمنىكم تعيشوا معايا الفيديو. تشاو. كاين في هاد المنطقة اللي كتسمى ثولو قطني، أقرب ليها دابا تقريبا واحد نص كيلومتر، هاي كتبان ليكم مليح. هي دابا أقرب نقطة وصلت ليها، باقي لي واحد طوالة غادي 42 جديدة. الشمس سخونة شوية، سخونة الحال نيت نيت تقريبا عرقان. النقطة الأولى دابا اللي وصلت هي ثولو قلت، حاليا دابا في الطريق، طريق قبل ما طريق ديال الكودرون قبل ما نشد الطريق الصغيرة لا بيست. شحال باقي كتسناني ديال الطريق، مي كلشي في سبيل الاستكشاف. Hello to everyone, it's my first vlog from Tawlukult. I'm known this place, its name Tidli, and Tawlukult is in my back. And I'm going to discover a place is so way over here, maybe 4 or 5 kilometers. So I want to give thanks to everyone watching this movie, this vlog, and I hope you enjoy it. Today is ahead and nobody in the roads. It's calm and the weather is so hot. So hot. I'm so tired. So see you in another video. Now كتشوفوا في الخلف تما كي تولو قلت هنا تدلي، هنا باقي واحد الطوالة قدام. شوف الجبلة، الطوالة قداش هنايا قدامي. ها اليوم العيد وبنادم ساقل، كل شيء يزور عائلته. داكشي اللي بغيت ندير انا، باش نزور عائلتي رغم البعد، لكن تبقى المحبة تقرب كل شيء، تقرب كل بعيد. Everything is possible and love and war. So واش شحال ديال الطريق؟ شحال ضربتو؟ شحال باقي؟ حتى الجبالة، الجبالة اللي كتبان قدامكم، الله يخرجني واحد الطريق غادي تشدني عاوتاني تضرب لي طريق اخرى. المهم كاينه جبود، كاينه الطوالة اللي هي كبيرة بزاف، مي ماشي مشكل. مدالي حضر الساعة ديك كتا مازيرت، شكا درت كاع الفلوق، هي كان أول فلوق اللي درت كاع. زعما في البلاصة ستنين تولو كلت تيد لي نزري تيد، غير هاديك غادي نكري درجة اللي هادي فيها البلاصة اللي تواجه هنا المنطقة. غرس أبني أبني يعني قاعد الزاوية اللي كمان اللي تواش على المنطقة زعما غاتي. جبال شامخة، هذا راني مقر. دابا غادي الطريق دابا هادي ديال أبني، واحد المنطقة اللي مشهورة هنا بزاف، اللي فيها واحد الزاوية، الزاوية شنو كيقولو لها مثلا نسبة لسميتها العين. هذه هي المناظر الخلابة القاحلة. دابا انا كنقرب شوية، ضربت تقريبا 30% ديال الطريق. واش تنشوف الفتح تما فين كانو كيبانو دوك الشبولة الاولين كان في الفيديو الاول. كنت عطشان شوية، جرت شرت واحد البير من هنا لتحت. دابا شوية كلمة طلعة تحس بيا. إيه دابا ضربت واحد تقريبا نقول واحد 70% ديال الطريق. دابا حاليا في واحد المنطقة ديال لأني باقي عندي واحد الطوالة ليا اللي هي كبيرة بزاف، و صعيبة شوية في واحد فيها طلعة. مي هاد 30% ديال الطريق اللي بقات، ولا نقول 40% ديال الطريق اللي بقات كتبقى سهلة.
لا طريق اللي ضرب قبيله. سو نشوفكم في الفيديو الجاي. المهم كيما وعدتكم انا وصلت الحمد لله. قالي واحد شويه قالي هاد البلاصه هادي فين غادي، يعني داكشي اللي بقى ليا بقات لي واحد قريب الحال، قريب واحد 15 دقيقه ديال الطريق. سو انكم تعيشوا مع هذا الفيديو. خابع الحال شويه تقريبا راه 3 سوايع ديال الطريق، دابا راه وصلت 8 حسب من 44 حتى 8 سوايع ديال الطريق، والريزو ما كاينش، الكونيكسيون ضعيفه. هنا بعدا محركه فيه شويه الكونيكسيون والعطش، خلي الماء في الطريق. بقى لي واحد الفيديو غادي نصورو بزاف في الطريق. الا تلاقيت واحد الجمل ديجا طرات لي مع واحد المشكل، واحد المرة عليه ما عطني اليوم غادي نمشي نصورو، نصور مع بعض. الشي اللي بقى في الطريق يعني قد ما فات رغم صعوبة الطريق، ولكن كان واحد الانسان عندي عزيز عليا انا، نجي نزورو كل عام العيد رغم اني كنزورو في مراكش، لانه كيبقى يعني عندها واحد اللذة. إذا مديني من زقي، إذا مرزوق الرباط، إذا مرزوق